زينب سعيد اللي بها حد قد مكو سلام يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سارحو أنا جا أبرتا كامد الموت لمي بلوكو قبته. أنا جا أبرتا مكاد ألين بيج كدوبلو أنت أمدينا ما مكو عايزيد وحواء أرداء خلدم بكتميت إن هو يعاي هدارك تان. وأنا أنا أبيه جرنينين وأنا هذا الرضا يبتياش ويكوب ذيهين وأنا المذحيس عاد لو صلاحي وي عاد لو صلاحي والرقبة ذن المذحيس صلاحين وي مربع دارك تان نن توسكسو قلو أقول أسمع كل هين هو هذا واحد كسبه كناي وأنا هو يدي عيسي وي هو يدي بعيسي أو نبتي صوبته هبين كستا مرتقات بي سميريسا أبتيه مرتقات وسميريسا أبتيجي با ماذا حكى صلاحي مركا رجع نبو عقدت كقادة هذه سود وهذا دمانتين وهذا سلام يا وواسك دبلو وها قبلو فارح ولا الكيس معه كي كيراب بشرب الله متناين حسن جرو سعب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا ورا وناجر سيكو شاها جاب كجا لقتي مع الشورية بناوين شن تابق بقريم سود وهذا دمانتين رين نبضي نقول آد بعدي سلام يا شرقي عدل جدا جارسية بيش والبي مول بكتورة هذه ترى ذكر اللغات هذه أقفك عاي تمام ماذا حنوم بالورد يا وانا تي لقول لك هالله يا ولي ببلغ لو حريا آذيات قرال بان مردو سوق لي بيج كيغا وانا أحمد مذوبية جبلان كيغا هالله يو قران دمشكي يا مقرر ساي المي كيانكا يا ماراتكا وهو ذا فرحسي وعقولي دقبلو اياه سديبي وراني وشمت ديبين اسمنا ديبي دورو إن شاء الله انت عدالتك كي ماري سجبلان اسديبي يمي لكن واحد دري كوربشن كا دعاه يجيب لنا كسر عدا كان لي يرجع يدمر وأنا سكفكر هين ورنا بطي أنا لو إسلين أو حارر كي مهما ذي قعنت هتقوم ويسد والله شو بيا شو مريو أيان أركي هذه سود وهذا ما شاء الله وحيربان وحوي وربحين ذي كسينا يا هذه دور شذا إيه ماشي مريسي جبلان أنت أحمد مذوب ستة محوها هاي أغسطس بشان هذا صوص عطي سديدات إن شاء الله هدو إله يرادو دورشان جبلان كرجيرينا هنا كده هذا جبلان نفطر كذا ومدحويرة دورته يا رجيرينا إن شاء الله هدو إله وين نعد دورتها تا أنت رجارين دورشة دي صوماليا وهذا باللابطي أحمد مذوب وباللابي ما قريس هاي يعني إذا كده بغيره يا هل يلبا إذا كتوره يا قرال كساس ودك يا هذيان قرال كاسو قري أرجو اسمه ديبين اسمه الديبين دوره أحمد مذوبنا أري أسوق وحاوي سياسة ده جبلان بارسكوينا نبكلي نجمد حيو وضع ذير كي برنامج تك يا هذيان إن حقيقة جرتا وحيتها رج يضمر رين نبطي نلولها وأن هل جن دير إسلا السوق هذا الني يا لاست مينت قعدت احمد بدوش مني ادير كلمه ادير احمد ذا كواي هذه اسكش مي دمله هذه ان تاسا كهدلي marka waxaan rabeynaa wax yar idin ka daba geeyo احمد مدوبي ayaa doorashadii Soomaaliya ee federaalkeed degdeg dhinaciisa maamulkiisa ku bilaabay sababtu احمد مدوبي la degdegayo ee uu la ordayo ee uu dhaqso u bilaabay ee aqalkii sare وقرشيسي والجيبة ويقاني نظامكي ويقاني وقو صلينا يا وحيتاي أحمد مذوبة بشا سيديداد حدا دارانا يسأي بشا حدا إنا قد ما ريسو سيديد يلا باعتنك ما ريسو مركي إنا ما تو أغسط بك حيث أغسط اللي بي يلا باعتنك هذا أحمد مذوبة لجد من تيغا باكتنا ما ريسو صوبتا الدولد دا صوماليا إياد بيش عارمكا أحمد مذوبة وحي سيسي لبا صاروكو كميل قارب لبا دا صاروكو كسو باللابا رايسو بشي سيديداد لبيا لبا تنكيدي لبا دي كن إيا سيالي طبانكي كسو باللابا رايسو مركا مداما لبا دا كن إيا لبا تن إيا كودا بشا سيديداد لبيا لبا تنكيدا أي كو اكتهاي أحمد مذوبة لجد من تيجي لسيي أحمد مذوبة جروب كيسا وحي باللابين بوبسيس إيا دك دك بوبسيس يدق دق
انت اي هستان شرعيه ده اني وحي كوربشن سمين كران اي سمين وحي بوبي كران اني بوبان وحي قربودي كران اني قربودان يي قوان كو قارين اذيات سودا واذا رينا بدينا نشير قرية عجلد قرسية بيش والبا يميول بكتورة حقيقة لقاء الله يسيدي وحتاين والوشي قيام احمد بريد تقلبت ان شاء الله دو الى يرادو يا دورشادو قوان رئيسو بالله يا اغال كسره وانه قوان سودا وينينا هدانو نهي مواطنين الصوماليين وانو سودا وينينا اذيات سيونا كسانو قروح بدن ايانو سودا وينينا مرعون انترانكي دورشادا و صعده و دقاقه سو دوره بها كو دقاقه لكن احمد مدوبة وحا او سمينا ايو اكسمايا و كسمينا ايو وحا لم قرره ساي عدالت اه متاي وحا لم قغن عكرا متاي وحا لسوده وين كرا متاي ان لا سويديا اللو باي آنه ايو موادنيت الصوماليات وحا نولينا اي ماها وحا لم قغن عكرا ماها وحا لسوده وين كرا ماها وحا لورو كرا عدالت بي كو دعضي ماها احمد مدوب الى هم بان نغا قبا كرو قرال كان سو قري ان مردو بيجكي سو قلي وا دب وي احمد مدوب صدح لين او سخيرو لا ياره او انديه او كلا ييميد يا كسمايه او جوو غوب وين ميل لا يراده فديان فال باي توريا دغ دغان عدا ميشان هدا مريي ميشان هدا سعوديه وحان قبان دونيو وحا كو فكري اوريدي وحا وي سخيرو لا ياشا سا تيب كو قراعيه دغ 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 وي وديبيا دوبلو هلكا سوبريا هاديا marka ilaahay hum baan naga qaba kar odayga si uu buu magaraysay hoosiisa u socota dhageysta afar kursi yu magacyadooda axmed madoobe soo saaray afar kursi oo aqalka saraa yu magacyadooda soo saaray afar taas kursi uu soo saaray waxa uu sameeyay magacyo asaga u diyaar saraa oo uu kol mar hore si diyaar sado ugu tala galay yaa warqada ugu qoraa نعم ليال و كرباسي و بدل لجيي و هنيها كالبد لوغب تي و لغراعي و سوحي لو بدلي و نعم ليال انا ليسكا و دمتي غي اديا دغيس هذا الكاس صوماليا و هالا ربع ان دكا صوماليا اي هور هادان و سيا صدو سي هور غوكب غاتانا يالا دوريا و دالكا مسا لور ربعين و ادى و مسا محمد سياد برا الله و نهارستي waxaan kula dagaalannay in dawladdiisu quruxda badneed ee Afrika ugu xoog badneed loo ruday waxay ahayd in amar ku taagleen iyo kaliyi talinimo ay umada diideys Axmed Madow markaa hadda wuxuu wada waa amar ku taagleen iyo kaliyi talisnimo ayuu wada oo xaqiiq dhabe sababtoo ah haddaan Axmed Madow gacantiisa shubin oo dan u naxamleen siyaasadda macnaha ee deegaanada Jubaland waxba kuma lihid waa xaqiiq dhabta hada dhageysta أفرت كرسي وصو ساري أفر نينو هو تاجر تؤلوغي هاي أو عد وانيك فرتاق ليرا دو إلياس قبوسي إفتين باستو إيا كانكار أفر تانين أول ريدي وان أغن ها إرا يهين نعم لياشا أحمد أدير كي قعما كشو بيو إيا وي سادة أغيي جيك بسخوشة أغييو إيا مرادة وحار كسياتر قعما هو دا كنقا إرا يهين أنو وان أغا أمد الصوماليين دوي أغتا دقيش تبرك meesha kursiga la yiraado firtaag oo beesha mareexaan leedahay oo la rabay dadka mareexaanka ah ee reer diiniga ah inay kursigaas ayagu ay ka tashadaan aayihiisa oo meel u fariistaan oo magaraysay qofka ayaga marka iyo dadka u tartamaya marka in si cadaalad loo tartashiyo axmed madoob hangool buu ku qabtay qoryara waa u qaatay wax reer diin iyo mareexaan oo isoo dhaweyn kara haba yaraatee ma jirto yiri wuxuu yiri firtaag oo xaarka axmed madoobe dhaqo oo kastuumooyinka axmed madoobe dhaqo oo u baahdilan oo ognahay oo nacamlo waa sidii eygii uu ku xamaasho firtaag walu wax maasha wallahi been ma eyga dhaamo oo la yara sharfa laakiin firtaag eyga ka xun yahay waa jawaawa axmed madoobe uu kariyeed gareeyay oo si xun u baahdila weey oo baahdila oo yiraahdo orod biyaha caagada mashquulsha aan ku aaday etiopia ku shubu yiraahdaa sayidkiyow axmedow axmed laandheerow ninkii laandheerahaayow musqushan ku geeyay caagada musqushu yiraahdo waa ninka fartaag la yiraahdo kursiga uu ku fadhiyana beer maraxaan la yiraahdo sida daarooda iska leh inay ayagu aayihiisa ka tashadaan oo dadka u tartamay ayagu soo xushaan oo tartan cadaalada reer diini la dhex dhigay ma aha axmed madoobe nacamlihiisii iyo wuxuu yiri mid darawalo la qaaday badal la geeyay la soo dilay la soo qaraacay oo suxu loo baadilay oo biingad looga qabtay xiriyaha yaa la yiri ma waa darawal wax weeg yahay male مسرح وطيبة لو يريد
marka kursigii reer diinigu lahayd sidaas ay ku baxdilayeen oo meesha loo wado wuxuu rabaa axmed ninka xaar ka dhaqayo ee shukumeenadiisa ku qabaysto u dhaqaye timaha garka daawa madawashada u mariyo yu doonayo fartaag la yiraahdo wallahi baa xaqiiqda kursigii kale beesha kuumada lahayd oo la rabay inay magareysay beelaha kuumada ku tartabaan waxa weeye odaga cabdi xaashi ahaa ee weligiiba u nacamleen jiray axmed madoobe ee nafta axmed madoobe nafteedan u huraya oran jiray waa cabdi axmed xaashi ee beesha makaayiil ka soo jeeday wuxuu yidhaahday ergabow baa tahay waan kaa shakiyey xataa tartanka kumuu soo daran mid isku reernaayo maxamed suweere oo la yidhaahdo eraga boose la yidhaahdo yuu yiri kaalay bal adigu laba kaleoo nacablayaalna oo meesha joogayna wuxuu yiri kale marka axmed madoobe kuraastii sideed ahaa ee dowladda jubbaland iska lahayd ee la doonayay in magaraysaa si xalaal ah beelaha intii loogu celiyo ayagu labada iyo saddexda u tartamaysa inay soo dirsadaan la doonayay ee baarlamaanka jubbaland intii la dhex geeya doorasho loo qaadi lahaa oo aqli iyo karti iyo karaamo dadka lagu dooran lahaa axmedoo wuxuu yidhi wariyaha kaalay midkaa darawalkana soo kacayso siciid baastar cormali wuxuu yidhi aar waxaad keentaa midka ugu masaag mid waalan oo kismaayo laga yaqaano oo beesha cormalo ka dhashoon garanayno oo mar baalash la ahaa markii hadda u dambaysana ciidamada ku biiray oan u wareeraya aad iyo aad markii dambena gacayaraha aad iftiin baasta noqday oo wax usoad adeegi jiray yuri iftiin baasto adna kan ayaan kugu lamaanayaa oo waa dardaraysa marka cadaalad darra noocaase yaa deegaanka nagii aan u nasab sheeganaynay iyo dowladda dhadi jubbaland ka jiro marka meel aan og nahay inay cadaaladeedii noocaa tahay laguma kalsoonaan karo marka waa inaad haddii marba dowladdii federaalka ahayd ninkii ugu sarreeya ra-iisal wasaaraha ahaa ee ra-iisal wasaarihii aan jeclaa ee maxamed xuseen roobla uu yidhi waa soo dhoweynaya maxamed xuseen roobla maxaad soo dhoweynaysa ma fartaag inuu darawalkiisii la tartamo iftiin baase kii gacayaraha la tartamo oo beelihii iyo dadkii soomaaliyeed ee reer jubbaland aan loo madax banaynin oo siyaasiyiinti reer jubbaland aan si xore u tartamin oo xaqooda nin walba wuxuu asaga markaa carafkiisa u gooyo qaadan lahaa laga reebay axmedoobe marka waa sababta gacantiisa loo shubiraya waa taa wey dhegeysta aad sababtuu la degdegaya axmed madoobe la ordayay uu la cararayo ee darawalada iyo anigu waa darawal baana aad iyo aad ceeb male darawalku ee uu la ordayay uu la cararsiinayo hinows axmed madoobe 22nd August 2021 inuu adeerkay noqon doono madaxweynihii horeeto ee jubbaland u noqon doono habeenka waa sugilaha midnight habeennimo markii la gaaro waxaa weeye deegaanada jubbaland oo dhan hadday tahay bu-aare hadday tahay luuq hadday tahay garbaharay xabadaan rudaynaa dhagdhagdhagdhagdhagdhag oo u dabaal degayno inuu xilkii ka dhammaaday madaxweynihii horeetee jubbaland waa sugilaana marka axmed madoobe si aan buuq loo gelinin oo hadhow loo odhan madaxweynihii xil ka dhammaaday waxma soo xuli karo yuu boobsiinayaa dalkii oo dhan oo aanan weli dhaqaaq badan aas uusan jirin oo xaaladdu beelihii dib laysugu noqonayo maxay koonfur galbeed qabaayladii baa dib laysugu celiyay oo la yidhi reer hebelow kuraasta qabaayladda dee kuraasta qabaayladda loo kala qaataa raxaweytii iyo dadkii jareerweynihii iyo dadkii deganaa ee koonfur galbeed ogaadeenkaa dib baa laysugu celiyay waxaa lagu yidhi war kuraastiinna horta bal soo tashada keena dadka aad ku qanacsantihiin inay kuraastan u tartamaan oo loo kala saaro madaxweynayaashii koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo dadkii iyo qabaayladii baa la heshiisiinayaa oo nabad iyo dib loogu celiyo la yidhi war nabadda ha la qaato si nabadaysan oo magaraysa qabaayladda aysan isu dilin oo loo dagaalamin way loo heshiisiyay axmedow qabiil ku heshiisiyay reediina kursigoodii waa kaad arkaysaa fartaagoo xaarka u dhex xaarka ka dhaqo waxa u dhiman keliya hadda garku ninka fartaag la yidhaha wallaahi beenma siduu u baahdilanya haddaad ogtihiin ninkaasaa reer matalo oo kursi dharo ee deegaan dhan leeyahay mateles mana ninkaa dhanee reediini subaxii wuxuu qasaa aaway caagadiidiima subaxii wuxuu qasaa daaba madoobeysu si u raaligeliyo odagaada erkay wallahi been ma si u raaligeliyo daawa madoobeysu qadaa uu qasayaa xafiiska axmed madoobe wuxuu ku soo galaa daawa madoobeysadii yaan axmedow kuu qasay garkaan rabaa intuusan ciradu aysan soo bixin inaan kuu mariyo ma garaysaa axmedow marka qabaayladii dib ugumuu soceli kuraastii ma heshiisiin
dadkii magaraysay labeenta u ah siyaasadu inay ka qayb galaan waa u diiday wixii wuxuu keenay meesha jufur jaafuqa ee dawladowashada u qasay ee shukumaanada u dhaqayay ee asaga nacablayaasha u ahaa yuu yiri waa aqalka sare warka warabade waa aqalka sare wuu boobsiinayaa odagaad iyo dhib male axmed oo iska boobsiyaadar macaa annagu mar haddee doorashada noo bilaabato insha allah hadduu ilaah waana sababtay reegada u tashadeen u yidhaahdeen annagu haddaad sideedaba garaysaay xagga aqalka sare qaarkood aad daawamadooshada ku qasatid aadiya kuwa yar xildhibaanada aqalka hoose waxaa weeye annagaa samaysanay ray yidhaahdeen marka xaalada horta waa sidaas maamulada kale aamusanad arkaysaan la dacaayadeenayo wax waxay rabaan degan karsan dad isdilin qabaa'iladu heshiis ku yihiin qabaa'il walba kursigiisii iyo qabaa'iladii ay ka dhexeeyeen kuraasta in dib laysugu celiyo oy magaranaysaaye tashadaan si nabad ah loo tasho loo soco axmedow yuu leeshi yuu la hadlay mareediini buu la kulmay mucoormaruu la fariisto maya magaalo jecel buu la fariisto waa maya ma absamuu la fariisto waa maya daawidii wixii u qasay oo dhan buu yidhi orda keena warqadihii soo gudbiyashadi laakiin marka insha allah waa laysaga dambeyn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo jubbaland xor bay noqon doontaa way xoroobi doontaa ilaahay wuxuu itusi doonaa kismaayo oon axmed uusan ka talin oo muwaadin kale oo soomaaliyeed uu ka taliyo oy dadku si nabada ku tagaan waad ogtahay dadeeru axmed ninkii cabdilaya reer cabdillaana reer cabdilluhu ayagaa isu xun dadkoodana way u xuyin soomaalina way u xuyin wallaahi beenma cabdiilay ciidan baa la siiyey maamul baa la siiyey reer cabdillaun buu naasaha ka wada jiray wada dilayo jeel ogaadeen u samaysto axmedowna sidoo kaleeto ogaadeen buu dilayaa baabiraya rafaadiyey afmadow biyaheeda laba cabo dhibaata ka jirto ilaahayna kaa dhaafadar bacad insha allah dadana baasho halkaasay horta baraysaa axmedow marka waa ordayaa wuxuuna ka baqayaa labiyo labaatan inay gaarto ogosti ay baasha ku gaarto oo la yidhaahdo la jadmetmati wuxuu rabo marka inuu wada baalashlayaal iyo ciidankiisa aqalkii sare iyo aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya kuraastii jubbaland intuu ka buuxiyo uu yidhaahda marka haddaa rabtaan madaxweynihii horay dhaha aad iyaad ay soomaaliya rogmato oy qasanto oy baabaado aad iyaad shucur baabaado jubbal meesha la yidhaahda budland waad arkaysaan dani waa dhaqaaqi laaya ciise maxamuud hubkiibay la soo baxeen cumar maxamuud hubkiibay la soo baxeen dhulbaahanta ciidan iyo rasaas iyo dhaqaale iyo tigniko ay isaaqu ka soo qaateen baa laascaanood iyo buuhood la sidaa u dhooban hadduu dani isdhaqaajiyo isku dayo tabta axmed madoobo kale xabaddu way qarxaysaa warsangeli buu hadda bacbacsanayaa warsangeli inay hub haystaan iyo in kala garan maayo anigu sibaa loogu degdegayaa iyo cali saleebaanka degan bari degan boosaaso dani wuxuu yidhi nagala taga magaraysaa laakiin ciise maxamuud iyo cumar maxamuud iyo nimankan kale ee dhulbaantaha waxaa weeye taangiyay ishaarteen baashu hadduu isdhaqaajiyo inay baasha bilaabatay doonayaan sababtoo cumar maxamuud waxay rabaan siyaasiyiintooda waxgalka ah ee ayaga matali karo ee majarteedna matali kara budlandna matali karo inay federaalka u dirsadaan ma doonayaan aranjan iyo dani inay sida axmed madoobe rag musqulaha u geeya biyaha in la keeno meesha ma doonayaan rag macnaha kuraastooda matali karay doonayaan aadiya waa sababtay hubka iyo quryaha bannaanka u sartay dani marka waa yaro baqaya axmed madoobe dadkan kale daduu duloystay weeye daduu bahadilay weeye daduu magaraysaa ee al-shabaab uu axmedoodegeysto axmedoobe siduu axmed madoobe u yahay madaxweynaha jubbaland u yahay haddaad hadda isdhaqaajisidood kismaayo iyo jubbaland meelaa joogto habeenkii wuxuu ku imaanayaa asoo al-shabaabe asaga dee asagoo al-shabaaba ku imaanaya oo cumaamad madaxa ugu duubato allahu akbar allahu akbar murtid murtid kugu haya been ma axmedoobe marna al-shabaab buu kugu noqonayaa marna madaxweyne jubbaland buu kugu noqonayaa marna waa sirdoonka kayu kugu noqonayaa waa dadkii marka reer jubbalandaha waxaa weeye kuraastoodii ma dhacsan karaan kuraastoodii ma dhacsan karaan oo way baqayaan waxay ka baqayaan axmedoobe cumaamad wata inuu caawa u yimaado wuuna waana dhab wuuna ku imaan habeennimadaa soo socdo ninkii dhinaca madaxweynaha ahaa ee jubbaland madaxweynaha ka waxaa arkaysaasoo bu-aale ama garbaharay cumaamad madaxa ugu jirto allahu akbar allahu akbar ku hay oo garka wuu soo caddaysanayaa marna
هذه مرك قوائل الذي دجرات جبلان لوما مدح بنانين إلى كراس تودي إيه سياسة تودي أي حرو نقدان ودار كيسان ورغدا هو أحمد صادر صدي هل بير الرجل بلانه يكتب المجرد ريد ديني ويدي كايدي ويدير يا مرعان كلا هاي دبي نقل لي هذا فرتاق وان ريد ديني كرسي وكفر يرى هو كرسي ريد ديني بيش ريد ديني مرعان مالا يفريستي او يكوتا ستي او يقوان كوغارتي او رقا ترتمي دورا او دياشي وغاسيادي يدقن كي سيوكد بيين ريد ديني او مياه جرتا وامايا فرتاق ودوك تينو هادي دي كشاكيني احمد وقصو داودا مدويسادا وقصو وقركا قركو كوشاقلي وحكرا شاقدي سباه قرك احمد مدويسادا ومريا داودا مدويسادا هادي ابصابو ايدي كاري دي ويدين وكا مات مقابل كودي وحقالك اهانا اللو دي دينو كسمايا صغرو اي عبد عال راقاها عركا كون نقول لغوير وذاك عبد حاسي اها حدا الله تشان لهين الله يسوي مالها ابصابو ميان مانا عوليها رو يو محمس يا نمك اللي يرى مكاهيرو يا بهجري يا عبد الله وتلمجو عبد الله قد داير ما بدي جام بدي جاك هاس مالا فري سنة يوم كنت شنون نري إلياس قبوسا أنا متلايو نج ميا ميجرتها وامي إحنا يوم بحري قو كيري وركاجا مكاهيل نقرتك مقرر سيارة ورنيري مالا كتب لي بدنا نكون قو وريا كاجا اسمه محمد شوير وقال ماش هذا وإحنا عاسا مركا إنه قصع وعدالة الدروي مرك جبل لان وانا كقوصنا الا انت كيل انه جبل لان حرقه حلال لوكل سوراكرو ددكم مقرسا فكر كود حر ويهين ومقرسا سياسه سي مدح بنان لوق قيب قادن كرو انت كيل انه وانا وا كقوستا من مدويه جبل هذه بركه سو دوهدا اد لي دباتي مول بتديده كغه سوغتين وا واسك دبروها ارغو دو بين ما قان وح بين لي يرادو ارغو غران ماي هذا نيكي كوفر قلبيديشت ee saahibkay Cali Guudlaawe waad u jeedan beelihi abgal artaabgal oo kuraas ku dhagan oo ayagana hub qaatay oo xabada qaatay yaa la aado magaraysay la soo nabadeeraya kuraastii baa loo kala bedelaya sidee magaraysay dadku ku heshiyaan baa hoos u socota ahmeed waa degdeg waxan dowlad baan dooreyna dal baan dooreyna umad nabad baan dooreyna laakiin hadaan daawamado sagarka ii marin al shabaab baan ku noqoraya hadaan anigu gacantayda sumeyn siyaasadu ku qayb qaadan mees aad iyo aad Soomaaliya guuleysato adeerkayna halaga wuxuu yar halaga dabciyay adeerka Axmed Islaam waxa wey maalmahan baash cagta cagta oo saaray halaga yiraday adeer iska wada leek adoo wal shabaab Ibrahim raju bilaan cid la hadli karto iyo cid bagarisa xaqeed iyo xuquuqdeed doora karto ma jirt dadka oo wada baqay nin walba wuxuu ka baqayaan askari ka baqayaan wax kale Axmed oo nimada Allahu Akbar ku ayo Muhammad inuu ku soo galo gaaskii iyo beeshii uqaashay iyo koobka hata ku garbeeray jogay yiraahday Axmed oo ka gool waa baqay waa cabsaray naftirkooda aadiyan marka xaaladu waa sidaas insha Allah haddu ila yiraado Axmedna waxa weey waxba ku amaanaya suux dowladnimada oo haar u wado wax u sameeyo ha iska wato dadka hadii la dardarayo ayagu ogol yihiin anigu runtu ma idiisay mar haday ogol yihiin dadkii deegaanka dagaa in la dardaro ويقول بقي يا يقول تلا باش واسعته أنه هدانه نهي النبض إيا نرول إذا زمارة وحو صول ولاقة أحمد بدو طوكا سيديد وسيديد ونوح ودى اللورد هصول ولاقة إن شاء الله وقدم بين حمر مبالا سوي ماندونا سيدان أنه قد نعد إنه إنا النبض إيا نرول نهي ذلك الميل فقار سيري إنه إن شاء الله دولا إلا دو مركو صول نقدم مدحوينه هنقا محايا عبد الله فرماجو سيفتو حنكر ساري إنا أبتقي أحمد هو كر سارينا إن شاء الله دولا وراد بايدي سلام يا باشا الكاسي مريسا احمد مدوي و خول لدق دغيو در ولد اي مغريسا اي فرتاغيو رغا غركا مدويو و شقده و شيري وعوي 22 اوغستي لجد متي مدحوينمدا ايا كا دمااري شاديا دنينا وا بقيا دول بهانته و خاي لاسو استاغين ميجل ليراد بودله انتا سو تكنيكا اي هوبا الا 17 مغريسا و خاي ليهين ان دين عاس waxay yiraahdeen haduu dani taabto adeer garowaan maalin cad waana run tukarraq bay taageen nimanka rulbaad ayagu caalankii wato Soomaaliland wato iyo tukarraq jooga waa 30 km dar way arkayaan markuu musku shaadayo markuu weysada aadayo markuu salaad aadayo dani dulbaanta way u jeedaraadiyad haduu dulbaanta kuraastiisi uu hunguriyeeyo waxa weeye tukarraq bay ka soo dhaqaaqayaan calanka Soomaaliland ayagu taagayaan garowe
ولا قبصريا دري يا رجال ولا قبصريا آذيات مرك دري وعبصريا قعمو يرتاعتي وحوار وحليد البان تفرق لين مايو دق دقي مايو سيد دقان قبائل هذا يقال سون غضان مركي قبائل هذا سود يشتانو النجا هيب القاضي ريه البود السنة يردان سيد عند دور الشرطة السنة دام ودقن أحمد الله تعالى سوى قرب مريو وهوشيس وبرقده أت بعدي السلام يا واس كتبلو وا باش هالك هسي مريسا إن شاء الله دو إلى نبض بيكون ما عندهم تا عذرك يا أحمد نوال لك افتبه سكي عفية ذياد لك هذا يرد سياسة دي باش دم شايف كاي كجرتها نكان قعانت هذا شو من وحاوي سياسة دي جبلان شغاكو مرة آذياد مركا عارق كلي دي ابتقى تمر البان مدح كاشو منايا قعما كاشو منايا والد كي قرأ وات لكن سياسة دواري هذا بري كوفر بك لدير آذياد هو شاد اسكوضو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.